في ردع أيضا طالب قاض بمحافظة البيضاء الحكومة والجهات المعنية بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة منفذي الاعتداء على منزله بمدينة ردع. واتهم القاضي عبد الرحمن عبد محمد الطشي جنودا من فرع قوات الأمن الخاصة برداع بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على منزله وأحد المحلات التجارية المجاورة. قال القاضي الطشي أن جنود الأمن قاموا بالتهجم على المحل التجاري الذي يعمل فيه إخوانه بحجة استدعائهم إلى دائرة الأمن على خلفية مشادات كلامية بينهم، مشيرا إلى أن الجنود قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المحل وعلى منزله حينما تم مطالبتهم بإبراز أوامر الإحضار. وتعرضنا له بالإطلاق الرصاص وبسبب استنكارنا لما يقوم به من أعمال ضد المواطنين. لذلك نناشد الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والأخ وزير الداخلية بالنظر في التصرف بهؤلاء الجنود واتخاذ الإجراءات اللازمة حينهم.